إجمال مسيرك للنجاح بتقديم مدة دقيقة كريمة بالكامل. اتمنى ان تكون العربيه عجبتكم بعد الريفيل اللي حصل النهارده. العربيه هوندا سيتي دي عربيه 1.5 و121 حصان وفيها مواصفات وكماليات هي المفروض انها تبقى موجوده في عربيات اعلى من كده. ممكن ندخل نتفرج على العربيه من جوه؟ اتفضل. العربيه زي ما قلت لحضراتكم هي من جوه واسعه ومريحه. الشاشه اللي احنا اتكلمنا عليها الشاشه 8 انش دي بتلبي كل احتياجات الناس وريزوليوشن عالي، ودي يعني كماليه اساسيه موجوده في العربيه. التكييف طبعا تكييف هوندا ده معروف من زمان. الدركسيون هو بيطلع وينزل وده تلسكوبي بحيث ان هو يدي مساحة رؤية لكل واحد براحته. التسارع العربية جيد جدا، استهلاك البنزين هايل 21 كيلو لللتر. المميزات التانية فيها كمان ايكون هو خاصية خاصة بهوندا وهي الايكونومي، هي كمان بتسيف فيول، بتوفر بنزين اكتر لو حضرتك عايز، ودي ميزة بتقدر تستخدمها بزرار موجود في العربية. في 2 يو اس بي للناس اللي بتحب تسمع مزيكا، في فتح التكييف ورا، ودي برضو حاجة بتبقى موجودة غالبا في العربيات الفئات الاعلى. فيها كروز كنترول، كل التحكم بيحصل من الدركسيون، ودي زي ما قلنا مميزات بتبقى موجودة في الفئات الأعلى. بالنسبة لمميزات الأمان اللي في العربية هي فيها فيكل استابيليتي اسيست وده الفي اس اي، وده بيخلي العربية ثابتة على الأرض حتى لو في مية لو في زيت، يخلي كل عجلات العربية تلف مع بعض برغم من مؤثرات الأرض. فيها اير باجز طبعا. نتمنى ان العربيه تنال اعجابكم الشكل الخارجي وجوه العربيه كمان. محتاجين نعرف من حضرتك خطط هوندا في عام 2021 بعد تقديم السيتي الجديده. مكان احنا بنسميه ميني 3 اس، يعني سيلز وسيرفيس وسبير بارتس، في مكان قريب للناس في منطقه غرب القاهره، وان شاء الله ده ينال اعجاب دايما في تقدم وازدهار لبلدنا ولجرايد بلدنا ان شاء الله. اوكي، شكرا جدا.